دار راحوا فين حبايب الدار؟ لم يكن خبر وفاة المطرب الكبير وديع الصافي بالسهل على أحبائه وزملائه الفنانين من النجوم العرب والمصريين، فقد كان لهم جميعا الصديق والأب الروحي، صاحب أشهر المواويل اللبنانية والغناء الذي جمع بين اللون الجبلي والرومانسي. في صمت شديد وبعيد عن أضواء الشهرة رحل الكبير وديع الصافي تاركا وراءه ثروة كبيرة من الغناء والحب الذي أمتع به جمهوره عبر العالم العربي، وخصوصا جمهوره المصري الذي أتى إليهم في شبابه وتعلقوا به مثله مثل غيره من الفنانين الكبار كعبد الحليم حافظ وعبد الوهاب وأم كلثوم. وديع الصافي صاحب الصوت الدافئ لا بد أن يستوقفك كثيرا للتأني والعودة باستمرار لسماع أغانيه مرة أخرى، فهو ليس بالصوت المكرر بين زملائه من المطربين اللبنانيين، فقد كان لديه دلع في صوته وجاذبيته وشجن في أوقات أخرى تجعل الجميع يلتفت إليه. كانت البداية الفنية لوديع الصافي غير تقليدية، حيث بدأ العمل المشترك مع العديد من الموسيقيين من أجل نهضة الأغنية اللبنانية انطلاقا من أصولها الفلكلورية، وكان ذلك من خلال مهرجانات بعلبك التي جمعت بينه وبين غيره من زملائه الفنانين كالأخوين رحباني. ولعل وديع جمع بين صفات عديدة تتسم بالتميز ليس فقط في فنه، ولكن على مستوى روحه الشخصية والمحبة التي جعلت نجوم بلده لبنان يعتبرونه أبا لهم والمدرسة التي تعلموا منها الفن اللبناني الأصيل وكان سببا في شهرتهم. رحل الصافي في هدوء تاركا الدموع في أعين محبيه وجمهوره الذين تربوا على فنه ومواويله، خصوصا أن النجم اللبناني الأقدم الذي كان على قيد الحياة رحل الصافي ولم ترحل أغانيه، لتبقى ابتسامته وحبه لبلاده لبنان ومصر شهادة موثقة بأعماله.